أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن وضع القطاع المصرفي في البلاد بعد 4 سنوات من الحرب. قال مركز صنعاء للدراسات إن ضعف القطاع المصرفي في البلاد أدى إلى ارتفاع كبير في نشاط السوق السوداء وتزعزع استقرار سعر الصرف وتزايد صعوبة تمويل الواردات بالنسبة للتجار، ما قوض أي محاولات رامية إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي وفاقم الأزمة الإنسانية وأطال بالمجمل من أمد النزاع. أضاف المركز في تقرير له أن إعادة تفعيل القطاع المصرفي هي خطوة ضرورية لاستئناف الدورة المالية الرسمية وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والحلول والمعالجات لوقف تدهور القطاع هذا. أتت الحرب على كل شيء حين بات الانهيار سمة تلاحق أغلب القطاعات والمؤسسات في البلاد. القطاع المصرفي في البلاد والذي يعد مرتكزا رئيسيا تنظم من خلاله كل معاملات التجارة والاستثمار يواجه تحديات كبيرة بفعل الحرب التي تسببت في انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن، انقسام تسبب في فرض قيود على حركة السيولة المالية بين المصارف الواقعة تحت سيطرة الميليشيا من جهة وتلك الواقعة في مناطق خاضعة للشرعية، الأمر الذي أدى إلى نقص السيولة وتدهور سعر العملة، وضع أدى أيضا إلى إلغاء دور البنك المركزي كمنظم رئيس للتعاملات المالية، ما أدى إلى صعوبة تمويل الواردات وارتفاع كبير في نشاط السوق السوداء وزعزعة استقرار سعر الصرف، وهو أمر ضاعف من مأساة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد. التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد دعت مراقبين إلى الدعوة لتوحيد البنك المركزي كخطوة أولى تساهم في إعادة تفعيل القطاع المصرفي في البلاد، ما قد يسهم في تسهيل تمويل الواردات والسيطرة على سوق الصرف. وتسبب انقلاب ميليشيا الحوثي بعد 4 أعوام إلى تسريع وتيرة تدهور القطاعات المصرفية في البلاد، بعد أن عمدت إلى نهب الاحتياطي العام للدولة وفرضها قيوداً على القطاعات المصرفية، كان آخرها قيامها باعتقال عدد من موظفي البنوك اليمنية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من كوالالمبور الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. أهلا بك سيد العوبلي، دعنا بداية نستعرض برأيك ما هي أبرز أسباب تدهور القطاع المصرفي وأبرز التحديات التي يواجه هذا القطاع؟ زي ما ذكرتم في تقريركم أخي وجيه، القطاع المصرفي بحاجة، القطاع المصرفي في اليمن بحاجة أولا أن يعود ليفعل كقطاع مصرفي من جديد. فما هو موجود حاليا هو مجموعة من الصرافين بما فيهم طبعا فروع البنوك ومراكزها الرئيسية، هم ليسوا إلا صرافين على شكل بنوك وتجار عملة. فبعد نهض القطاع المصرفي من قبل سلطات الانقلاب والنقل غير المحسوب للبنك المركزي إلى عدن، أفرغ القطاع المصرفي من محتواه وأصبح لا يمارس حتى الحد الأدنى من مهامه. فلو نظر مثلا إلى البنك المركزي الذي يسمى أو يعتبر هو بنك البنوك، ومنه تبدأ عملية الإصلاح أو تفعيل القطاع المصرفي، نجد أنه البنك المركزي غير قادر مثلا على إدارة المصارف التجارية، ولا يستطيع حتى أن يفرض سيطرته حتى على صغار الصرافين المنتشرين بشكل عشوائي في كل محافظات ومناطق الجمهورية. كما أن البنك غير قادر على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد بحكم عدم سيطرته وإدارته لموارد الدولة ونفقاتها. كما تعرف أخي وجيه، إرادة الدولة تتحرك خارج المنظومة النقدية للبنك المركزي وخارج سيطرته تماما، والنفقات يتم اتخاذ قراراتها بمعزل عن السياسة النقدية والموازنة العامة للدولة والبنك المركزي اليمني. وبسبب عدم تمكن البنك من إدارة السيولة النقدية فهو غير قادر على تنفيذ أي سياسات مالية ترغب الحكومة في تطبيقها. وكل ما يستطيع أو كل ما استطاع البنك عمله طوال السنوات السابقة هو طبع المزيد من كميات العملة المحلية بدون دراسة أو بدون غطاء، الأمر الذي سبب في انهيار الريال يصل إلى قريب 800 ريال للدولار الأمريكي، ورغم الأموال التي
مختها السعودية للبنك المركزي، وسبب في تحسن مؤقت وشكلي لسعر صرف الريال اليمني. مع ذلك بسبب هشاشة النظام المصرفي يعود الريال اليمني للتدهور. كذلك من المشاكل التي قام بها البنك المركزي أو من ضمن التحديات التي واجهها لتغطية النفقات المستمرة هي رفع اللجوء إلى الاقتراض بواسطة رفع سعر الفائدة. وهذه السياسة تم تطبيقها من السابق، ورحم الله الحمد لله ما قال التجريب المجرب خطأ. فإعادة استخدام نفس السياسات السابقة هو تكرار الفشل وتكرار لنفس المشكلة، لأن اللجوء للاقتراض سواء داخليا عبر زيادة سعر الفائدة أو خارجيا عبر استنفاذ الودائع التي تمت قبل الحكومة السعودية وغيرها، هو يزيد من الدين العام الداخلي والخارجي، وبالتالي يؤدي في المدى المتوسط إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الواحد، ورحب بمن ينضم إلينا من عدن، رئيس الغرفة التجارية والصناعية هناك أبو بكر باعبيد. أرحب بك سيد باعبيد. هناك تدهور واضح للقطاع المصرفي كما يبدو بسبب الحرب، لكن هذا كيف يؤثر بالنسبة للتعاملات التجارية من وجهة نظرك؟ سيد باعبيد. عفوا أنا لم أسمع السؤال جيدا لأن الصوت كان يتقطع. قلت أن هناك تدهور للقطاع المصرفي يبدو بسبب الحرب، لكن كيف يمكن أن يؤثر هذا التدهور في القطاع المصرفي على التعاملات التجارية وعلى التجار؟ طبعا مساء الخير، أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى اهتمام قناة بلقيس دائما بالقطاع الخاص والشؤون الاقتصادية. أولا البنوك هي أساس التعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم. لولا البنوك ما قامت التجارة الصحيحة التي هي تربط العلاقة ما بين المصدر والمستورد. نحن عندنا ضعف شديد في البنوك التجارية بسبب الحرب وبسبب التعارف انهيار العملة وأمور كثيرة، منها حسابات التجار والقطاع الخاص التي انجمدة بسبب سحب هذه العملات أو المبالغ لصالح الميليشيات الحوثية. طبعا التأثير جدا كبير، لكن في الفترة الأخيرة البنك المركزي مع الوديعة السعودية عملوا حلول ساعدت شوي ولو شيء بسيط في استيراد السلع الأساسية للبلد. يعني حاليا نحن نقدر نقول أن السلع الآن الأساسية متوفرة في حالة طيبة أفضل مما كانت عليها بسبب الوديعة السعودية، لكن هذا لن لازم يكون البنوك التجاريه حتى تعاد الى ما كانت عليه الى مهامها الاساسيه وهو ضبط العلاقه ما بين المستورد والمصدر. يعني يتحدث السيد العوبري قبل قليل على ان هناك في المدى المتوسط سيعود الريال إلى الانهيار، يعني من خلال الملابسات أو الظروف الحالية التي يبدو أنها تستمر في التدهور حتى بالرغم من الوديعة السعودية. برأيك هل هذا سيحدث من خلال ما ترى أنت؟ طبعا أي دولة يجب أن يكون لها في أسس أساسية لتثبيت العملة أو لانهيارها. نحن حاليا لا يوجد معنا احتياطي نقدي من العملات الصعبة، وهذا أساس لتثبيت العملة. طبعا الان نحن نتكلم في دولتين او حكومتين، كل ما استقرت عندنا حاجه حاولوا من الطرف الاخر يعقدونها، لكن هي في الاساس انه حاليا لا نقدر نستطيع ان نقول انه لن تنهار العمله لانها في مهب الريح. لا يوجد لها اسس تثبيت ولا لها اسس، لا يوجد صادرات متوقفه من النفط ومن العمله الصعبه اللي هي اساس واجبات او احتياطيات العمله الصعبه للدوله. حاليا ما يصير هو عمل مؤقت ومثل ما يقولوا ترقيع اول باول، لكن اي هزه تحصل في البلد تنهار العمله، لانه هو
يمكن الحلقة الأضعف التي تحتاج لها إلى احتياطيات وإلى أسس تقوم عليها. حاليا هذه الأسس غير موجودة لدينا في اليمن، وخصوصا عندنا في البنك المركزي المناطق الحرة. طيب أرجو تتفضل بالبقاء معنا سيد بعبيد. أعود إليك أستاذ عبد الواحد العوبلي، يعني في سياق الحديث عن الإجراءات الممكن القيام بها لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، كان هناك حديث من قبل الداعمين الدوليين على ضرورة على دعم البنك المركزي في مسألة أن يصل الدعم الدولي عبر البنك المركزي حصرا المتواجد في عدن. إلى أي مدى سيسهم هذا في تحسين الاقتصاد في البلاد والقطاع المصرفي بشكل مباشر برأيك؟ الواقع أنا أستغرب أن المانحين أو حتى الحكومة اليمنية ومن يقوم عليها لم يتطرقوا أو لم يتذكروا القيام بهذه الخطوة إلا الآن. منذ 4 سنوات نحن نتكلم على مليارات تصل اليمن عبارة عن مساعدات ومنح، ليست التزام وليست قروض ولا تعتبر ولا تكون فوائد على الدولة على المدى القصير والطويل. فهذه المنح وهذه المساعدات كلها كانت تتحرك خارج اليمن، ويتم الاحتفاظ بها في بنوك وحسابات مصرفية خارج الجمهورية اليمنية ولا تصل إلى اليمن، لأن المفروض أن هذه الفلوس وصلت للشعب اليمني، المفروض أن تصل أولا إلى البنك المركزي اليمني، ومن ثم يتم الإنفاق من البنك المركزي وفقا للسياسات المقررة مع المانحين والمستفيدين المحددين مسبقا والخطط التي تم الاتفاق عليها. فهذا هو الوضع الطبيعي، وهذه خطوة ممتازة جدا ستخدم الاقتصاد، ستدعم البنك المركزي بكم جيد من السيولة. احنا نعرف انه في حوالي ما لا يقل عن 2 مليار الى 2 الى 3 مليار هي مبالغ المنح التي تصل الى اليمن سنويا. والحكومه اليمنيه قبل يومين اعلنت عن موازنتها العامه للعام 2019. هذه الميزانيه التي اعلنت الحكومه عن عجز فيها بالامكان بكل بساطه تغطيتها عبر منح قادمه من الداعمين الدوليين. فهذه الخطوه في غايه الاهميه وجاءت متاخره جدا، ولكن اتمنى ان يتم الاستفاده منها ويتم تفعيل ادواتها بحيث انه المنح او المساعدات التي تاتي لليمن يتم رفع مستوى استفادة الشعب اليمني منها واستيعابها وإيصالها للمستفيدين. لأنه حسب التجارب السابقة وحسب ما صرح السفير السعودي قبل كده أنه المنظمات الأجنبية العاملة والتي تقوم على إدارة خطة الاستجابة والأموال المقدمة لليمن عجزت عن استيعاب الأموال المقدمة لليمن ولم تصرف منها إلى 40%. إلا 40%، ولو نظرنا إلى أو لو حللنا الـ 40% سنجد أنها كانت كلها عبارة عن نفقات تشغيلية لهذه المنظمات ومصاريف خاصة بهم، وبالتالي لن يستفد المواطن اليمني أو المحتاج داخل الجمهورية اليمنية من كل هذه الأموال. فعلى الأقل كان من المفروض أن تصل هذا الكم من النقدية والسيولة إلى البنك المركزي لتخدم الدورة النقدية داخل البلد وتوفر عملة صعبة، وبالتالي تخلق بعض التوازن وتدعم الاقتصاد بشكل جيد. لذلك مرة أخرى هذه الخطوة جيدة جدا ولو كانت متأخرة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى. وقبل العودة إلى السيد أبو بكر بعبيد، أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، برأيك من يتحمل مسؤولية هذا التدهور الذي وصلنا إليه في الذي يشهده القطاع المصرفي في البلاد من خلال ما تراه أنت؟ سيد الجماعي. ألو. نعم تسمعني. سألتك أستاذ محمد هل تسمعني؟ ألو.
أستاذ محمد. وعليكم السلام، حياك الله. هل صوتي واضح بالنسبة لك؟ يلا طيب. إذا هناك إشكالية في وصول الصوت إلى السيد محمد الجماعي. عود إلى السيد أبو بكر باعبيد. السيد أبو بكر، يعني في سياق أن هناك مسؤولية دوما ما يقال على أنها تلقى على القطاع الخاص، ما هي الحلول المقترحة من قبل الغرفة التجارية والصناعية بعدن ومن قبل القطاع الخاص لإعادة وضع العجلة الاقتصادية على المسار الصحيح، إعادة وتيرة الاقتصاد بشكل أفضل؟ يا سيدي، أنا أقول أن على الدولة تعطينا أمن، تعطينا استقرار أمني، نعطيهم استقرار معيشي. أي دولة في العالم إذا لم يكن في استقرار أمني لن يستقر الأمر. نحن يعني كقطاع خاص يعني الآن حتى في هذه الظروف الصعبة نعتبر في حالة يعتبرون كافرين صراحة. ولا الآن يعني ما هي الخطوات اللي اخذتها الدولة لاستقرار هذا البلد؟ يعني كل شيء فيه غير مستقر، العملة غير مستقرة، المواني غير متناسقة، غير ما يعني ما يدفع في معادن غير اللي يدفع في مكلة، غير اللي يدفع في شحن، غير هذا كله عدم استقرار. الدولة هي مسؤولة على هذا الاستقرار، هي تعطيك، هي وظيفتها هذه. القطاع الخاص عليه وظيفته أن عليها استيراد البضائع التي تحتاجها البلد. لكن هذا يعني الآن نعتبر باستقرار لا بأس مقارنة بالفترات الماضية. ولكن نحن نتطلع إلى أفضل الاستقرار دائما. يعني حاليا نحن مثل ما قلت لك على مهب الريح، لا نستطيع أن نقول أن نحن مثل الشهر القادم سيستمر الأمر على ما هو عليه. نحن في الغرف التجارية حاليا العالم كله مفتوح للاستثمار والمستثمرين. يعني لماذا تفتح يعني الدولة، يعني كثير من التجار الآن يعني خرجوا إلى الخارج واستقروا وتحسنت أوضاعهم. يعني هل أن يعني الخطة أن يريدون البقية يخرجوا من البلد عشان يستقروا في الخارج؟ بلدنا لازم نحن نستقر، لازم نعمل شيء ضروري فيها. إلا عملية الترقيع والأشياء المؤقتة هذه لن تنفع دول. هذه أساس أنه فيها الطفل، فيها الرجل الكبير، فيها لازم تستقر حالتهم، فيها الامراض، فيها المستشفيات، من بيورد الادويه، من بيورد المواد الغذائيه، من الله سبحانه وتعالى الذي قال الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الامن الجوع اساس في الانسان انه يستقر مقارنه مع بعض مع الامن مع الامن مع استقرار الامن. ما ممكن أن تركيزي كله على الأمن ونادي الاستقرار المعيشي، ولا يمكن العكس كذلك. يعني هنا كنت أريد دائما تستمر تمشي على طريق خطين مساويين. كنت أريد أن أسألك في سياق ما هو تعليقك على الأخبار التي تشير إلى أن ميليشيات الحوثي تعتقل مسؤولين في بنوك رفضوا توجيهاتها بعدم التعامل مع الأوامر الصادرة من البنك المركزي في عدن. في هذا السياق إلى أي يعني كيف تجدون هذه الأنباء أيضا؟ هذا لأنه مضطرين. يعني الآن إذا نفذوا بعض أحيان التاجر على أوامر من عدن فيتأثر شغله في صنعاء أو في المناطق الشمالية، لأن هناك يتعاملون مع ميليشيات ويفهمون حاجة اسمها دولة واستقرار استقرار العملة ومعاملات تجارية ومعاملات بنكية معروفة. فإذا نفذوا صاروا مهددين من الطرف الآخر. فالآن صاروا يوازنون الأمور موازنة هكذا بس عشان المصالح تمشي والأعمال تمشي إلى أن الله يخرجها من عنده. ولا كيف يعمل التاجر؟ إذا 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 نفذ أوامر الطرف هذا زعل الطرف الثاني. كيف يعمل التاجر؟ وعنده مسؤوليات وعنده التزام وعنده تجارة وعنده ديون وعنده التزامات مع الخارج مع وكلاء مع استيراد البضائع، فما عليه الا انه يطأطأ راسه شويه الى ان تمر هذه العاصفه ان شاء الله على خير من بلد والبلاد والعباد. اشكرك، كنت معنا من عدن رئيس الغرفه. نعم اشكرك، كنت معنا من عدن رئيس الغرفه التجاريه والصناعيه هناك ابو بكر باعبيد. بالعوده اليك استاذ عبد الواحد العوبلي، يعني
أشرنا إلى أحد النقاط التي قلت أنها تأخرت، مسألة يعني إلزامية أن تأتي المنح عبر البنك المركزي اليمني. ما هي أيضا حلول والمعالجات اللازمة الآن في هذا التوقيت التي يمكن أن يكون لها أثر على المدى الطويل؟ لا نتحدث عن معالجات كما يقول السيد باعوبيد ترقيعية في نهاية المطاف. صحيح، زي ما ذكر الأستاذ عبيد، الاقتصاد بحاجة إلى مصلحات حقيقية دائمة، لا تكون عبارة عن معالجات شكلية ومؤقتة، لأن المعالجات الشكلية والمؤقتة قد تحل الموضوع شكليا ولكنها تؤدي إلى تفاقم المشكلة بعد ذلك. فبشكل عام لن تتمكن الحكومة من إصلاح القطاع المصرفي بدون إصلاح الاقتصاد. فما لم تتمكن الدولة من تحصيل إيراداتها السيادية وتوريد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي، لنقل مثلا الإيرادات من النفط والغاز والجمارك والضرائب، لأنه الآن في إيرادات ويتم التصدير من المثيلة ومن OMV، ومع ذلك نحن لا نعرف إذا كانت هذه المبالغ يتم توريدها إلى البنك المركزي أم لا. ونحن نعرف أن هناك جزء كبير من هذه المبالغ تذهب إلى حساب خاص بالحكومة السعودية يتم التصرف به من داخل الرياض، كما أن إيرادات النفط والمشتقات النفطية داخل المغرب أيضا لا تدخل البنك المركزي. فبشكل عام يجب أن تصل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي أولا، ثم يتم إنفاقها وفق بنود الموازنة والخطة المالية للدولة. لأن ما يحدث حاليا أن أي محافظ أو رئيس مؤسسة أو حتى هيئة حكومية إيرادية يقوم بالإنفاق من الإيرادات مباشرة دون توريدها إلى البنك المركزي، وهو من يتخذ قرارات الصرف بمعزل عن النظام والقوانين. حتى أوامر الصرف القادمة من رئاسة الجمهورية هي قرارات غير قانونية ومخالفة للإجراءات الحكومية، يعني حتى الرئيس غير مخول بالصرف هكذا خارج الموازنة العامة للدولة. نقطة أخرى أن البنك المركزي بحاجة إلى ربط كل العمليات المالية وتحرك السيولة النقدية به لتفعيل دور البنوك التجارية. الآن الحاصل أنه مثلا المغترب اليمني يضطر إلى إرسال حوالاته لليمن عبر صرافين أو عبر سماسرة، بالرغم أنه يوجد بتواجد البنوك وفروعها ومكاتبها في كل مناطق الجمهورية. فيجب أن يعمل البنك المركزي على حل مثل هذه المشاكل سواء أمام المغتربين أو أمام التجار لتسهيل عملياتهم المالية والمصرفية، بحيث أن تكون كل الحركة النقدية تحت سيطرة ونظر البنك المركزي والحكومة اليمنية، وبالتالي لما يحبوا يعملوا أي سياسة نقدية وإصلاحات يكونوا قادرين على السيطرة، يكونوا قادرين على تحريك الأمور وفقا لما تستدعيه المصلحة. فكذلك بنقطة أخرى، احنا ممكن بحاجة إلى تقليص التعامل بالنقدية في كل قطاع الدولة. وجه من أوجه الفساد داخل الحكومة اليمنية عند التعامل بالكاش، أنه مثلا داخل السفارات يتم تحصيل الرسوم بالكاش، المعسكرات يتم تسليم الجنود والأفراد نقدا، فكل هذه أو حتى بعض الموظفين في قطاعات الدولة، كل هذه العمليات أو الإجراءات بالصرف نقدا يجب أن تتوقف، يجب أن يتم الاستعاضة عن هذا الصرف أو تحويل المبالغ إلى حسابات الموظف. أول شيء تتأكد أنه هذا الموظف موجود حقيقي وليس وهمي لما هو حاصل في كثير من الوظائف العسكرية وكثير من الوظائف الوهمية الموجودة التي يسيطر عليها نافذين. وكذلك ومن ناحية أخرى يتم تفعيل المنظومة المصرفية وإعادة البنوك التجارية لعملها الطبيعي والمنطقي. فالنقطة الأخيرة أو النقطة اللي ذكرها من السابق هو موضوع المنح. المنح القادمة إلى اليمن يجب أن تصل إلى البنك المركزي، ومن ثم لأن هذه الفلوس هي فلوس الشعب اليمني وبالتالي هي فلوس الحكومة زي ما يقولوا أو مال عام، يجب أن تصل إلى البنك المركزي ومن ثم يتم تصرفها وفقا للسياسات والأولويات التي تم الاتفاق شأنها مع المانحين وتوزيعها على المستفيدين تحت رقابة وسيطرة الدولة.
بقاء الامور خارج سيطره الدوله هو ما يؤدي الى الوضع والاختلالات الحاليه. ف وجود عده دول داخل الدوله لن يؤدي الى اقتصاد ولن يصلح النظام المصرفي، لانه كل واحد بيتصرف بناء على هواه بناء على ما تستطيع مصالح. وختام، قبل اي حديث عن اي حلول او اصلاحات يجب التخلص من الفساد الحاصل في القطاع المصرفي، ولا يمكن تنفيذ اي اصلاح واشخاص مثل المدعو محمد زمام على راس هرم هذه المؤسسه، لانه كل ما يقوم هذا الرجل يقوم به هذا الرجل وفريقه الموجود هو تامين مصالحهم الشخصيه والاستفاده من السيوله الاجنبيه التي جاءت للبلد كمساعدات او كقروض للمتاجره بالعمله ووضع فروقات سعر الصرف في جيوبهم واخذ عمولات من التجار والمستوردين مقابل فتح الاعتمادات المستنزيه وما الى ذلك. وضحت هذه النقطة يعني بكل تأكيد، يعني ليس هناك ممثلين لزمام هنا حتى يدافعوا عنه في هذا السياق. على كل حال أشكرك جزيل الشكر في الباحث في الشأن الاقتصادي أستاذ عبد الواحد العوبلي، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.